طبعاً كنا نعرف إنه إحنا منطقة شرقية وبحكم العادات والتقاليد ما يصير إنه المرأة تطلع تشتغل، الرجل هو اللي يروح يشتغل، هي تظل بالبيت تنتبه على أولادها تنتبه على بيتها. تحررت المرأة، تحرر فكرها، صارت تطلع تشتغل، تشارك بالمسائل، تشارك بالفعاليات، فالمرأة اليوم ثبتت بجدارة إنه إلها دور فعال بهالمجتمع هذا. نحن جميعا كنساء ورجال نشارك في بناء سوريا المستقبل.